والبداية من مدينة الكاف، حيث اعتقلت صباح اليوم قوات الأمن 7 شبان على خلفية المواجهات التي شدت في محيط منطقة الأمن الوطني بينهم وبين عدد من المحتجين المنتمين إلى التيار السلفي، كانوا يطالبون بإطلاق سراح موقوفين ينتمون لنفس التيار تم إيقافهم ليلة أمس. هذه المناوشات التي شهدتها مدينة الكاف منذ ساعات الصباح الأولى اندلعت بعد إيقاف مجموعة من المحسوبين على التيار السلفي بالجهة، لتتناثر الحجارة وبقايا القنابل المسيلة للدموع في عدد من الشوارع. وقد شهد محيط منطقة الأمن الوطني ببن عنين كرا وفرا بين قوات الأمن الوطني وبعض المحتجين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، فيما ردت قوات الأمن بالقنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين. وقد تسببت هذه المواجهات في إغلاق المحلات التجارية في محيط منطقة الأمن الوطني، فيما شهدت شوارع المدينة نقصا ملحوظا في حركية الأشخاص والعربات. وأكدت مصادر أمنية إيقاف 7 شبان على خلفية هذه المواجهات، وكانت إحدى الفرق المختصة قد قامت البارحة بجملة من المداهمات في مدينة والسرس، تمكنت على إثرها من إيقاف 10 أشخاص من المحسوبين على التيار السلفي بالجهة.